حاضر. اهلا وسهلا بكم احبتنا المشاهدين بحلقه جديده من برنامج رقم ايجابي. احبتنا يمكن اكو سؤال احنا دائما نطرحه في برنامجنا بلقاءاتنا اللي صارت مع فرق ومنظمات مجتمع مدني، طبعا السؤال اللي دائما ما نطرحه انه ايهما افضل من وجهه نظر الضيف اللي يكون موجود بحلقتنا، انه الفريق او المنظمه تكون معنيه برقعه جغرافيه محدده بمنطقه او قضاء او محافظه، او عملها يكون يعني ما محدد برقعه جغرافيه او مدينه او قضاء. يمكن بعض الضيوف شافوا انه الفريق التطوعي، خلينا نحدد موضوعنا عن الفرق التطوعيه، انه بعض الفرق التطوعيه قالت انه من الافضل انه الفريق التطوعي يحدد عمله ضمن منطقه معينه، ضمن قضاء معين، ضمن محافظه معينه، حتى يكون على اتصال مباشر مع الاشخاص المستهدفين بالحملات التطوعيه. اما الفرق او بعض الفرق شافوا العكس، انه احنا لازم نشاطنا يكون ما محدد بمنطقه، لان احنا بالنهايه عملنا انساني ويستهدف كل شخص يحتاج لعمل عمل تطوعي او عمل مجاني. طبعا الرايين سليمين، ليش؟ لان هي بالنهايه متعلقه بالنظام الداخلي او الاداري للفريق او المنظمه. فاذا كان عمل الفرق في مكان محدد هذا شيء ما يعيب العمل التطوعي ابدا، واذا كان العكس انه ما محدد برقعه جغرافيه معينه ايضا ما يعيب الفريق التطوعي، لان بالنهايه احنا دائما ما نذكر انه الفريق التطوعي وان كان شخص واحد فبالنهايه هو متفضل، سواء هو ده يعمل في مدينته او في مدن اخرى. طبعا الفريق اللي راح نتحدث وياه اليوم بميزه جميله جدا، انه اغلب الاعضاء اللي موجودين بهذه المنظمه هم من مناطق مختلفه، بمعنى انه المنظمه بيها 90 فرد من الذكور و35 من الاناث. هذول التسعين خمسه من منطقه الشعله، خمسه من منطقه العظميه، خمسه من منطقه الدوره، ثمانيه من منطقه 12 من بغداد، يعني انا ما اتذكر الارقام، راح نتحدث ب 12 من منطقه بغداد الجديده. هاي من الاشياء الايجابيه، ليش؟ انه العمل ما راح يكون محدد بمساله، ما راح يكون محدد بمنطقه واحده، اضف الى هذا انه راح ينطي يعني انطباع جميل، ينطي رسائل كثيره، انا متاكد حضراتكم فاهمين القصد. طبعا ضيوفنا اليوم هم من منظمه لمسات واعيه، رئيس المنظمه حسين الشمري، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك، حياك الله. زيد بارك الله بك. وعضو منظمه لمسات واعيه عباس الشياع، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك استاذ، حياكم الله. اهلا وسهلا، حياك الله. 90 شاب و35 بنيه، 35 بنيه، اي نعم، و90 شاب من مختلف مناطق بغداد متوزعين. الصدفه قررت انه يكونون من مختلف مناطق بغداد، لو هو قرار مدروس؟ الصراحة قرار مدروس كبداية تأسيس منظمة، وهو نعم. العمل يكون بشتى مناطق بغداد متوزع، نعم. وأثبتت هذه الخطة الداخلية اللي وضعناها أجلبت نتائج، يعني وهي الأعضاء اشتغلنا في بغداد جديدة، شافوا عملنا بعض الشباب قالوا نحب ننتمي لهاي المجموعة اللي موجودين بها الشباب، فانتموا على الشخص. تميل نعم. لأي كفة يعني، إلى الرأي اللي يقول إن احنا نؤيد العمل التطوعي في منطقة محددة، أم تأيد الرأي اللي يقول إنه أنا عملي التطوعي يشمل كل مناطق العراق؟ الصراحة أكو بعض الضيوف قالوا إحنا إذا عندنا إمكانيات نوصل إلى يعني خارج العراق، يعني صح صح. والله الصراحة مثل ما تحدثت في البداية، الموضوع ما يختص كمنطقة محددة، إحنا ذكرنا إنه هو ما يعيب المنظمة، الاثنينات ما يعيب هو هذا العمل، لكن أكو رسالة يحب يوصلها بعض اللي يشتغل. أنت شو تميل لأي رأي؟ والله اثنيناتهم انا اشتغل وياهم صراحه، اشتغلت في منطقتي واشتغلت في المناطق البقيه. اللي طلب يعني المناطق البقيه اشتغلت بيها صراحه، للافكار اللي اشتركت وياي بالمنظمه ان اشتغل بعض المناطق ومناطق. هاي وجهه نظرك لو وجهه نظر المنظمه؟ المنظمه كمشتركين شباب، احنا اليوم مشتركين بالافكار وما اكو بعض يخالفك الراي من داخل المنظمه، انه احنا نحدد المخالفه لازم بها اهداف يعني وتقنع الجميع. عباس انت شو تقول؟ انا نفس ما قال تفضل اخوي حسين، انه احنا اثنيناتنا نطمح لهن من ناحيه مثل انه كل على مستوى او على مستوى اغلب. انت من اي منطقه؟ انا منطقه الدوره. اوه حسين من شعله. يعني جمعكم العمل التطوعي والروح الانسانيه.
الحمد لله شكرا على هذا. بعد يا مناطق يعني عدد الاسماء عند بغداد جديده نعم وحي جهاد من 12 عضو حي جهاد عندنا تقريبا عن طريق الاخ عباس مية جون اكثر من 5 اعضاء موجودين بها حي جهاد عندي طيب. مثلا بالفضل نعم هم موجودين بالباب الشرجي مثلا قريب على الصالحيه نعم. هم موجود عندي بها اعضاء تقريبا 10 هناك حي العدل هم كذلك يا منطقه حي العدل هاي كلها ما مدروسة يعني لو يعني أقصد اختيار هاي المناطق اختيار هاي المناطق اختيار مناطق ما مدروسة ما مدروسة ما مدروسة اختيار يعني اي نعم جلب الأعضاء اللي موجودين هذه بهدف رسالتنا اللي وضعناها في كل منطقة اشتغلنا زين احنا خلال سنة ونص أكثر من 60 بما أنه يعني طرحنا تساؤل بما يخص تحديد منطقة العمل التطوعي خلينا نتحدث عن تحديد آخر اللي هو تحديد نوعية العمل التطوعي بعض المنظمات طبعا وأنا أميل لهذا الرأي شوية اكو بعض المنظمات مختصه بعمل تطوعي يعني مثلا اكو منظمات او فرق معنيه بالجانب الطبي او الصحي صح. اكو منظمات معنيه بالجانب أصلي. البيئي اكو منظمات معنيه بالجانب العمل البلدي تنظيف الشوارع التبليغ احسنت بالضبط احسنت راح استضيفهم يعني لان هذول فكره جديده يعني اكو فرق اخرى معنيه بمساعده الفقراء من يعني من ما يحتاجون من مواد غذائيه اكو فرق لا تبني بيوت انت تأيد التخصص الصراحه ايد التخصص لان كلها سبتها احنا اغاثي فيجينا المتبرعين المشتركين اللي يجونا على اساس فكرتنا اغاثيه نعم. يعني اذا طلعنا خارج الاغاثي مثلا كصحه او ثقافه اكو منظمات ثقافيه مختصه نعم. بالجهه الثقافيه نعم. راح يصير نوعا ما تقول ضباب على الفكره اللي انت طارحها كبدايه عملك العمل نعم. اللي تشتغل به نعم. فهنا راح يصير شك بالعمل فاحنا نتوجه اغاثي وأكو فرق تتوجه شنو اللي تقصده بالإغاثي حتى نوضح الموضوع الإغاثي كمثلا عندك المؤونة الغذائية نعم. العلاجات مثلا البسيطة اللي بعض الكشفيات العوائل ما تقدر عليها طيب نوفر لهم إياها مستلزمات يعني البيدية اللي موجودة ملابس اللي يحتاجوها زين هسه احنا سمعنا آراءكم بعدة مواضيع هسه خلينا نتحدث عن المنظمة وتاريخ تأسيسها المنظمة قبل لا تكون منظمة كانت فريق لا بداية بدايتها منظمة بدايتها منظمة لأن يعني كل اللي يشتغل بداية موفقة يعني يمكن أكو فرق تطمح يعني إن يعني تشتت حتى تكون منظمة يعني صحيح طبعا هي المسألة بها أكو يعني أنا هذا السؤال طارحة من وجهة نظركم هو شنو الفرق إذا أنا اشتغلت كمتطوع ضمن فريق أو اشتغلت كمتطوع ضمن منظمة الهدف كله واحد شنو الفرق؟ الفرق الفرق يكون المنظمة عندك فيها نظام داخلي وإدارات وأقسام ودكتور بنفس الوقت تخاطب دوائر رسمية تخاطب مناطق مثلا كبلدية أو وزارات بعمل مختص أما الفريق يتكون من مجموعة بسيطة متواضعة هم عندهم عملهم عندهم توجههم ونظامهم الداخلي كذلك يعني موجود به كنظام عمل بس ما يقدر يخاطب مثلا دوائر رسمية ما نعم. مسجلين مو مثل المنظمة حاليا نعم. منظمة مسجلة لك أيقونة حماية شلون طيب. الفرق ما عاد يعني اكو غطاء قانوني نفتقر بالعراق طبعا صراحة للفرق نفتقر بالعراق الفرق التطوعية ما لها لحد لا دائرة مسجلة ولا حماية لهم. لا لهم لهم بس مو بنفس المنظمة مو بنفس الغطاء يعني القانوني الشباب هسه ترعى الفرق يعني بس ما لهم المركز الوطني شوف هي كلمة حماية ماكو حماية بدون غطاء قانوني نعم. ماكو حماية بدون تشريع قانوني أحسن. يمكن اكو يعني واحدة من الحلقات اجانا ضيف الاخ المحترم مصطفى شاوي أي. مدير المركز الوطني للعمل التطوعي يمكن احنا تحدثنا بهذا الموضوع المركز الوطني هو يعطي البطاقة التعريفية للفريق التطوعي هو ما يحميها قانونيا يعني بس هو يوفرها هو يوفر لها شرعية العمل شرعية العمل نعم احسن بس كغطاء قانوني لان بناها ماكو قانون الفرق التطوعية بالضبط بس المنظمه لها دائرة لها بالضبط فيكون يعني موقفها القانوني معزز اكثر يعني ولكن هدفهم ورسالتهم وحده الفريق والمنظمه اكيد بس هو بالنهايه احنا دائما ما نتحدث بهذا الموضوع يمكن القانون في بعض زوايا يضيق على جوانب معينه بس هو ده يضيق من اجل التنظيم نعم. والحمايه نعم زين النظام الداخلي للمنظمه انا اريد اسمع ايضا اجابه من الاخ عباس استاذ حسين النظام الداخلي للمنظمه في واحده من الحلقات قالوا النظام الداخلي يتم فرضه علينا من قبل دائره المنظمات المجتمع المدني
انتم يعني هذا الراي موجود؟ انا فعلا دا اسال يعني ما اعرف. لا لا ما موجود هذا، لان احنا اول ما اسسنا طلبوا من عندنا النظام الداخلي لاليه العمل وتوجهات العمل مالتكم، احنا واجهناه اغاثي العمل كنظام داخلي اولي اغاثي، التوجهات لا صحيه لا ثقافيه. بس هم يحد هم يطل يعني يطلبون من عندكم نوعيه العمل؟ لا لا ما يطلبون نوعيه العمل، انت عندك احصاء اخر سنوي يعني يعتبر وسجلات متوفره عندك. من اللي كتب النظام الداخلي؟ مجموعة شباب اتفقنا على رأي وحددنا النقاط اللي راح نشتغل عليها من بداية سنة إلى نهاية السنة، ايش راح نحقق وبدايتنا من يا سنة تم تأسيس المنظمة؟ نهاية 2017. نهاية 2017 يعني تقريبا عمرها سنتين سنة ونص. سنة ونص إذا نهاية 2017 خلينا نقول الشهر العاشر شهر 11 يعني سنة وست أشهر سنة وست أشهر. طيب ايش كم عضو كان بيها بداية التأسيس؟ بدايتها احنا خمسه تقريبا خمسه اشخاص خمسه اشخاص بس طيب. وحسين وكان عندنا يعني الصراحه احنا والشباب قلنا الخطه مالتنا اللي توصل بعد سنه بالاعضاء اللي راح يكونوا وصلنا شويه كان عشان نتكلم طموح انه اي نعم حتى الاعضاء كانوا يعني المخطط لهم نوصل الى 50 40 عضو يعني الحمد لله وصلنا الحمد لله من غير الاناث وصلنا 35 زين. انت من المؤسسين عباس؟ اي نعم تقريبا لو من الملتحقين لا لا المؤسسين يعني من المؤسسين انا وحسين يعني زين. شنو الميزه اللي لازم يمتلكها الفرد حتى ينضم او يكون عضو في منظمه لمسات وعي؟ والله صراحه يعني الروح الانسانيه والتعاون. هاي النقطه مشتركه، هذا سؤال قناعة العمل التطوعي كل يعني هذا السؤال أكثر من مرة طرحته على فرق وعلى منظمات قالوا إنه هو يمتلك الروح الإنسانية. هذا كله موجود يعني يمتلك ليش هو دائما يمتلك الروح الإنسانية يجي ما راح يوصل هذا الشيء. صح لا قناعة رسالة عملك صحيح. أنت لغاتي كانت أو ثقافة أقصد أكو صفات لا. محددة بالذات يعني مثلا صاحب شهادة مردود مادي لا لا. يتواجد 24 ساعة لا احنا عملنا تطوع ما متواجد 24 ساعة يعني إيه يعني قصدي ماكو صفات محددة اي واحد ينضم هلا لا لا امشي قناعته بالعمل اللي قاعد يشتغل احنا من حقكم انتم تسألون عن الاشخاص اللي يريدون ينضمون للمنظمة تبحثون عنهم يعني خلفيتهم الاجتماعية المنظمة بها قوانين وبها صفات تحمي هواي اعضاء ذا انتموا الها ولهم طرق يعني يشتغلون عن طريق اسم منظمة فانت اذا خاله في وسط لك وتعطيه هاي الثقه وتحمله مثلا هوية تعريفيه عضو في بالمنظمه لمسات واعيه لازم تتابع هذا زين. خل اسمع الاجابه من عباس وبعدين اسمع الاجابه من حضرتك استاذ حسين. هواي احنا عندنا منظمات في العراق صح هواي طبعا هاي الهوايه يمكن البعض يشوفها بيها شيء سلبي يعني اكيد اكيد صراحه ممكن البعض يشوفها لا انه هي واحده من مؤشرات ارتقاء الشعوب هي ايمانها بالعمل التطوعي صح. المهم هو الموضوع يراد لفت بحث معين يعني اليوم من قلنا انه اكو هواي منظمات صحيح وهواي منظمات معنيه بعمل تطوع مشابه للعمل اللي انتم قاعد تقدموه صح بشنو اختلفت لمسات وعي صراحه يعني وين وجه الاختلاف يعني اذا بحثت عن هذه الجزئيه بغير منظمات ما القى اسمع الاجابه من عندك يعني حضر اجابه يعني. اي الصراحه كبدايه احنا يعني قلت لك بدايه عملنا انه كان تطوع وغاثي فشنو احنا سوينا هالشغلات هاي من ناحيه يعني العمل التطوعي بس سوينا يعني شغلات احنا من ناحيه الحملات طيب حملات اغاثيه حملات مثل الفقراء والمحتاجين نعم فكبدايه فتعرف انت الاخ حسين يعني فسوينا هذا الشيء على مود شنو على مود يعني شلون اقول لك فتطور المنظمه من هاي الناحيه وهاي شغلات يعني مشتركه بين المنظمات طيب فيعني لازم يعني انت لان انا ما ادري على المشتركات هي ذكرت الاشياء المختلفه اول رساله نحملها احنا حفظ كرامه العوائل حفظ كرامه العوائل لان اكثر المنظمات مع احترام لهم هم عفويا لان هم هدفهم انساني فتجي عفويا اظهار صور العوائل المحتاجه تدخل في خصوصيات دورهم يعني بهذا الشيء فاحنا اكو عندنا افكار جديده ان شاء الله سنتطرق لها وتطلع لك المقاطع نحينا عن كل الظواهر اللي موجوده سلبيه بالعمل التطوعي يعني اكو ظواهر ايجابيه وسلبيه اكو من ينتقدها واكو من محبها والفرق كل اللي سوته واشتغلته عفويا لان هم هدفهم انساني زين فعندنا هواي فقرات شفتها يعني بعيده عن كرامه اساس كرامه العوائل انت كنت تشتغل بالعمل التطوعي قبل المنظمه اي نعم ها اشتغلت بفرق تطوعيه واشتغلت كناشط يعني هو هذا اللي خلى ايد وحده ما قدرت تشتغل لا هو هذا اللي سوى لك واسه انك تاسس منظمه صراحه لا هدف الشباب اللي مقربين الي لان كل شغل اطلع عليه يابا وين انت اليوم انت شغل نجي وياك منو صاحب فكره تاسيس المنظمه والله مشترك عباس وعندي اخ حسن ومنتظر هواي عندنا شباب يعني اي هم اصلا قالوا لنا خمسه يعني سوت هالفكره من هاي المقر وين
بالكرادة المقر. يعني ولا هو قبل لا نتحدث عن النشاطات اكو مسألة كلش مهمة احنا لازم نتحدث عنها. ميلكم فلوس. ها فلوس حلو. وهذا حلو احبه. احنا بدينا 5 كان اشتراك علينا الشهر يعني قوي مثلا اللي نسوى حملة. عباس اليوم هاي الحملة تكلفنا مثلا 250,000 يعني احنا 5 كل واحد عليه 50,000. كل اضوي وقع عليه. خسرنا هسه. شقد ايجار المقر مالك؟ المقر مالته 300,000. زين يعني مو مبلغ كبير. اي بس هذا يتوزع عليه من احنا اعضاء هسه الموجودين بتاع الاعضاء التاسيسيين مو كاعضاء عامة، الاعضاء التاسيسيين اللي موجودين احنا هسه 5 علينا يوقع هذا الايجار. ليش؟ ان هذا يكون مخزن انه زين. الحملات اللي قدمتوها ايش كم حمله قدمتوا من عام 2017؟ لحد الان اكثر من 60 حمله. 60 حمله يعني هاي رادلها فلوس؟ صح بالاشتراكات والتبرعات. اشتراكات والتبرعات من حلو الخارج. زين ايش قد الاشتراك عباس؟ حسب يعني ماكو مبلغ محدد؟ لا ماكو محدد اللي انت تعرف كل واحد امكانيته. ها فنقدر نحدد يبدا احنا عندنا من 10,000 10 لا يوصل لك اكو عند اعضاء يتبرعون 50,000 في الشهر، عندي 100,000 يتبرعون بالشهر حسب امكانيه الفرد يعني. زين التبرعات من تجيكم؟ من كل مكان. طيبه اشتراكات. اكو جهه مو طيبه رادت تتبرع؟ اي موجود صار. احكي لي على هذا الموضوع، احكي لي على هذا الموضوع. اي اكو هوايه وجوه. اي شلون يعني؟ عندهم مقارب يعني شخصيه يقدرون يوصلها عن طريق المنظمه فيدعمك ويعطيك شنو اللي محتاجه. قبلتوا دعمهم فيما بعد اكتشفتوا الموضوع؟ لا لا اصلا من البدايه عندنا عملنا واضح. عباس يعرف حتى اذا ما متواجد انا الشباب متواجدين عمل واضح شنو هدفك. تعرف اليوم انت اذا بتجي عن طريق استاذ زيد او استاذ عباس فمعناته مشبوه فيك مع احترامي لك. مشبوه فيك اذا بتجي عن طريق شخص. فراح نبحث بهذا الامر شنو هدفك وين شغلك شنو اللي الهدف من هذا تبرع. فقط تبرع يعني ما يحتاج انت اظهار اسمك او اظهار سؤال او اعلان او هو يعني. انا اذا يعني قدمت لك التبرع ودرت وجهه ورحت واكتشفت فيما بعد ان انا شخصيه مو سليمه يعني من الناحيه خلينا نسميها الاجتماعيه عندي مشاكل، من الناحيه القانونيه عندي مشاكل، هذا بشنو راح يعيب عمل المنظمه؟ هذا انا ما طلبت من عندك شيء يعني، ما طلبت انك تلمع صورتي يعني. لا لا هذا ما يعيبني بس اكو يعني شخصيات تجي لا تلميع لها واعلان اي نعم ترويج بين الشباب والوسط واعلان اسمه والكذا ها وراده وهيك اشياء اكو جهات حزبيه يعني. اي قريب الانتخابات بين خير الله جاله جوك واي واي بس ما هي مشكله اذا قبلته يعني. يعني انت تروج له هو هدفه اذا اجاك بفلوس هسه فهدفه شلون راح يفيد بعدين المجتمع؟ صح هي وجهة نظر سليمة تكون إنسانية وهيك شخصية. إذا هو نفس الشخص جاكم وقال لكم هاكم فلوس بدون ما تذكرون اسمي. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً ما بيشكم. لا ما بيشكم. صراحة عند أعضاء مجلس النواب يعني كمان فترة فترة يتبرعوا لي بدون أي ذكر اسم. أبد؟ أبد ويحلفوني يعني. إنه ما تذكر اسمه. ما أذكر اسمهم. حلو. وقبل يعني الانتخابات ولا زالوا يعني هسه خاصة الانتخابات وبعد نفس هاي أول مرة بالبرنامج نذكر هذا هيك موضوع إنه أكو شخصيات سياسية. سياسية أعضاء مجلس النواب وحالياً موجودين هم. ويقدمون تبرعات ويحلفوكم إنه بدون ذكر أي شيء. خلف الله عليهم. خلف الله عليهم. خلف الله عليهم. يلا رواتبهم هو. والله الله. لا شوف إحنا خلينا نكون صادقين بمسألة. إحنا منا دخل بالمردود المادي للشخص المتبرع. إذا هو كان ملياردير وتبرع ب 250 دينار فهو متفضل. متفضل. لأن العمل التطوعي يعني هو تطوع إرادي. هو يعني بالضبط يعني هو ما ملزم. فهو إيش قد ما يقدم حتى وإن كانت مسألة بسيطة حتى لو بطل مي هو مشكور. فهو مشكور. زين إحنا قلنا 60 نشاط مو عندكم؟ إيه 60 بالتمام والكمال؟ إي نعم. قابلة للزيادة؟ إي نعم. إن شاء الله. إن شاء الله إحنا هسه شهر رمضان اللي فات. نعم. اشتغلنا عليه يعني وبعد قاعد النشاطات قاعد تتسجل هسه حاليا كمنشورات بس كأرشيف مسجلة عندنا. عبرنا تقريبا 70. على طاري شهر رمضان اللي مضى اي كان عندكم بها حمله كلش لطيفه وعجبتني اي اللي هي حمله دليفري مو اي دراجه إيه بغداد. دراجه بغداد. شنو هذا النشاط؟ طبعا احنا احبتنا المشاهدين يمكن هذا النشاط اللي راح نتحدث عنه ما له ماده مصوره فاكيد راح نتحدث عن هذا النشاط وبعدها نجي نشوف ابرز النشاطات اللي قدمتها منظمة لمسات واعية خلال السنة ونص اللي مضت. بس خلينا نتحدث عن دراجة بغداد. دراجة بغداد. اي شنو هي الفكرة؟ مجموعة من الشباب عباس والاخوة يعني الموجودين اجتمعنا ان من وصل او هدفنا الاول من وصل مساس كرامة المواطنين او العوائل المحتاجة هم عوائلنا ان شاء الله فلازم نوصلها. فافتكرنا يعني شفنا كنا قاعدين بوقتها من 10 العام صحيح تعرف هاي مطعم وشي يعني ليليه هاي فشفنا دراجات دليفري قلت لهم شنو رايكم شباب نسوي الدراجات دليفري بس احنا عندنا عوائل مسجله نعرف عناوينهم وارقام تليفوناتهم نسويها على شكل دليفري ونوصل السلات الغذائيه. قالوا ما يصير وتعب راح كم دراجه؟ وصلنا تقريبا 12 دراجة يعني بدينا 4 دراجات. الدراجة هاي مين يعني مين تجيب؟ يعني من الأعضاء؟ من الأعضاء كلهم. ها يعني كل واحد عندهم اشترى دراجة حبيت الفكرة. لا بس أنا شفت ألوان موحدة
البوكس صح واحد صح البوكس صح واحد ترتيب واحد يعني واللبس مو واحد الزي مو واحد دراجات رغبه الشباب دراجات يعني من الشباب تعرف انت زين باختصار يمكن احنا بعد انه يعني دقائق معدوده قبل لا نشوف يعني النشاطات هاي انا اللي اسال العوائل شلون توصلوا لها يعني عندكم جدول محدد تكتبون هاي العائله الفلانيه المكان الفلاني وتوصلوا لها لو انتم مثلا عثق عباس يقول لك عائله خلينا نودي لها يعني لا هو ان شاء الله الاسلوب يعني المتبع استاذ عباس واستاذ زيد تجينا ذي العائله مثلا قريبه علينا انا ما اقدر اساعدهم بس بركت انتم اختصاصكم تساعدهم من اروح علي اكشف مره واحده الكشف يكون عليهم هو اتحقق يعني من صحه المعلومات اللي موجوده ما يمتلكون راتب ما عندهم معين يسجل عندنا كاستماره موجوده تسجل رقم تليفونهم عناوينهم كامله والعدد فهذا كل حصه رمضان مثلا عندك او عندهم علاج رقمنا راح يكون متواجد يتصلون علينا احنا الرقم الفلاني عندنا ارقام بالاستماره نعم محتاجين فلان شيء نطلع على الاستماره صحيح هذول عندهم فلان عدد وفلان مريض حتى المريض يسجل تفاصيله فعن طريق هذا يا ابو عباس هاي الاستماره يمك فلان رقم فلان عنوان تروح لهم اليوم عن طريق دليفري حقق لنا نجاح الحمد لله يعني بالتواصل الاجتماعي ورغبه العالم اللي شافوها دراجة بغداد لا هي الفكره كانت لطيفه بصراحه يعني هي الفكره جميله على فكره مرات التجديد بطريقه التقديم مساله مطلوبه هو الهدف كله واحد والشغل كله واحد بالضبط يعني التجديد هو اللي التجديد وطريقه التواصل مع العوائل ايضا يعني راد لها ابديت شويه يعني راد لها تحديثات يعني الاعمال يعني اللي حققناها الوحيده اللي ما اجت مثلا تعليقات سلبيه او رغبه بس للامانه اكو مساله لطيفه بالفيديو اللي انا شفته انه انتم فعلا ما مصورين العوائل يعني لا انا صراحه افتخر ان شباب موجودين يعملون هذا العمل اصورهم مقاطع فيديو اصور بس افتخر بها لا العوائل لكن العوائل صراحه لان انا ما اقبلها على نفسي كذلك ما اقبلها عليهم عوائل بارك الله فيك انا اتمنى لكم الموفقين الله يبارك فيك زين خلينا نشوف النشاطات طبعا احنا ما راح نقدر نشوفها كلها بس خلينا نتحدث عن ابرزها نعم هسه شنو هذا النشاط اللي احنا هذا قاعدين. بالمجمعات النازحين العربيه كانت نازحين الفلوجه فسوينا لهم احتفاليه للاطفال يوم كامل مع حلاقه مع مواد غذائيه وصلنا الى 150 عائله هسه من اللي لابس هاي البدلات الشباب شباب عباس مو منهم انت لا انا لا عباس موجود هنا وحسين هذا حسين زين ليش ما لبست انت وحده من البدلات والله صراحه لازم يا شباب وربط العالم وانت ما لبست البدلات كان صيف يا خطيه بدايه صيف وشمس كانت حلو هاي النشاطات يعني الاطفال محتاجين هذا النوع خاصه النازحين اجواء قريبة العيدية هاي هم كانت يعني هاي نشاطاتنا قريبة العيدية زين خلينا نشوف النشاط اللي بعده زين ارسل ارسل هذا الوحيده طبعا المقطع اللي طلع به هذا الصور اللي صار عندنا شخصيه اجتماعيه موجوده رسل كل التواصل الاجتماعي عرف رسل رسل بدار الطفل العراقي الاستاذ قحطان السوداني الحسينيه فسويت لهم سفره بالزوراء فصادف عيد ميلاده هي يعني فسويت العيد سوينا العيد ميلاد لها كان يعني اي نعم هذا تجمع حوا يعني تجمع خاص هي السفره هي كانت لتجمع حوا يعني حصرا على فكره على طار تجمع حوا يمكن احنا بعد لنا ثلاث دقائق مو اكثر لابد ان نذكر هذا التجمع واذا اكو اشياء ما ذكرناها ارجو ان نذكرها خلينا نشوف النشاط اللي بعده هاي التجمعات اللي موجوده بالمنظمه اللي بالمنظمه اللي هي تجمع العطاء تجمع حواء 490 سنه شباب العطاء اي نعم طيب تجمع حواء يعني شنو الهدف رمضان مو هذا اللي راح اللي قبله 490 سنه رمضانيه ووزعوها تجمع حواء تجمع حواء ليش يعني تجمع حواء يعني خب صراحه كل الفرق التطوعيه مع احترامي لهم يشتغلون لكن من نذكر الحملات قام الشباب الفلانيه الحمله بفلان منطقه ما ذكروا الفتيات او العنصر النسوي يعني. واليوم العنصر النسوي احنا عندنا بالمجتمع فعال يعني والى انجازات اللي موجوده فارتينا انا والشباب ان نكون تجمع حواء وشفنا بيهم القياده يعني اكو فتيات قياديه بالعمل التطوعي هو دائما احنا نقول ايش قد بعد لنا ونختم طيب اوكي بعد لنا ثلاث دقائق دائما احنا نشوف انه اكو قله بعدد النساء بما يخص العمل التطوعي طبعا احنا من نطرح هذا التساؤل طبعا اكو نساء قاده لمنظمات ولفرق واحنا يعني شفناهن واكثر من حلقه كان عندنا ضيوف نساء ولكن عددهم قليل قياسا بالرجال شنو السبب سبب مجتمعنا يعني ما يتقبلون هذا الشيء اكثر ثقافه مجتمعيه هي تعتمد هذا فانا اليوم وضعت فريق اسم تجمع حواء
اثبت انت توعزها الى ثقافه مجتمعيه، ثقافه مجتمعيه وعمل تطوعي بنفس الوقت. احنا نوصل الثقافه المجتمعيه ان لا اقصد يعني قله عدد البنات او الشابات. لا مو قله، لان انا اكثر الفتيات يعني اللي نشوفهم ونتواصل وياهم يحبون هذا العمل التطوعي ويتمنون. صحيح. بس البعض يقول ما لها علاقه ثقافه المجتمع، يقول طبيعه العمل التطوعي يراد له جهد ومبيت خارج بغداد. لا اكو هواي عمل تطوعي. هسه اللي نظام الداخلي تجمع حوائل منتمي الى منظمه لمسات واعيه، نظام مالتهم سفرات ترفيهيه للايتام، السلات الرمضانيه. نعم. لان هذا كله في مناطقهم قريب على مناطقهم يشتغلون بها. عندكم اجتماعات دوريه استاذ حسين؟ اي نعم. كلش قد؟ كل شهر تقريبا. شنو اللي تدرسوا بهاي الاجتماعات؟ شنو اللي حققناه بالشهر السابق؟ شوك شيء نشتغل عليه. يعني اطرحها يعني الشباب. هواي افكار يعني هسه كمثال يعني مثل مال ديليفري. نعم. قلت لك فهم هذا اجتماع الدوري يعني بعد اجتماع الدوري طلعنا نتعشى. زين. يمكن اكو اشياء كثيره ما ذكرناها، يعني احنا يمكن تحدثنا عن اكو اشياء ما ذكرناها عن المنظمه؟ لو كل شيء سولفنا عن المنظمه تقريبا. اكو بخاطرك شيء نحكي عن المنظمه؟ لا هو بقى شغله واحده يعني تحياتي انا الاخوان وشباب يعني اعتبرهم سنه الانسانيه هذول. كل الافكار اللي طرحناها واللي نميناها بهذا الشيء عن طريق الاجتماع الدوري وافكار الشباب بحته يعني مو فكره حسيه. شنو الخطط المستقبليه او وين تريدون توصلون بالعمل التطوعي؟ والله نريدها تكون ثقافه مجتمعيه. ها يعني مجتمع عمل الانسان يكون تطوعي. زين زين. قبل لا نختم عندي سؤال يمكن أنا طرحته أكثر من مرة وراح أبقى أطرحه على كل ضيف يجيني. برأيك أيهما أهم، العمل التطوعي المعني باستهداف عقل الإنسان أم العمل التطوعي اللي يستهدف حاجة الإنسان المادية؟ صراحة أنا مع عقل الإنسان يستهدف عقل الإنسان، لأن الهواي عوائل سهواي أنت شفت يعني بحملاتنا يعني وأنت متابعنا ما عوائل تحتاج مثلا يقول لك انا ايجار ما عندي او فلوس مولده ما عندي او سله غذائيه. نعم. انا زين اذا ما اشتغل باب رزق مثلا عندي عوائل اشتغلتهم ماكينه مال خياطه فتحت لهم بالعوائل يعني. نعم. هسه قام يتبرعون له. ذكرت اكثر من حلقه يعني قنوات قام يتبرعون له يعني تبرعت لهم انا ماكينه. نعم. يعني الماكينه قيمتها خلت تكون 200,000 يعني 150,000. عاشوا من عندها الى اكثر من 6 اشهر صار لهم قام يتبرعون له قبل شهرين قام يتبرعون له يعني العوائل. لو سالتك المنظمه إذا فرضوا عليها أن تتخصص بنشاط محدد، شنو النشاط اللي تختاره؟ نشاط محدد؟ والله هو الأغاثي، لأن إحنا إذا نشتغل كثقافة مثلاً تثقيف العمل التطوعي ما راح نقدر نغطي مثل ما نغطي أغاثياً. طيب، أنا أتمنى لكم الموفقية. الله يسلمك. واستمتعت بالحديث وياكم، وفعلًا يعني أنا أشعر بالسعادة وأكو مسألة لابد أن أذكرها قبل ما أختم وأرجو أن تسمح لي أن أذكرها. من الأشياء اللي أنا فرحت بها فعلًا إنه حضرتك عسكري. اي لا وبنفس الوقت تقدم عمل تطوعي. هذا يعني هذا الشيء بصراحه خلاني يعني اشعر بالسعاده. الله يعني الله يحفظك. لذلك اتمنى لك الموفقيه. الله يحفظك يعني واتمنى لك التوفيق بين عملك الوظيفي وبين عملك التطوعي. وايضا عباس شاع انت طالب كليه الهندسه مو جامعه الفراهيدي، واتمنى لك الموفقيه في حياتك الدراسيه واتمنى النجاح لمنظمتكم. وأتمنى خططكم المتعلقة بخدمة المجتمع أيضا يتم تحقيقها بالمستقبل. نورتونا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا حبيبي أستاذ حسين. أحبتنا المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نستودعكم في أمان الله مع أرقام إيجابية جديدة.